الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل في الدرس الثالث للكمبيوتر للصف الأول الإعدادي. بعد ما اتكلمنا عن نظام الكمبيوتر واتكلمنا عن نظم التشغيل ووظائفها، النهاردة بنكمل آخر جزء في نظم التشغيل وهو عن الشاشة الافتتاحية. الشاشة الافتتاحية لنظم التشغيل لما بيقول ان انا لما بجي اشغل الكمبيوتر الرن اللي بيحصل ده في الكمبيوتر بقى فيه شاشة سودة كده فيها عداد بيعد كده. العداد ده هو بيتأكد من سلامة الوحدات الأساسية بتاعت الجهاز زي الرام ولوحة المفاتيح والشو والكلام ده، ولو في حاجة ناقصة بيبقى بيطلع رسالة يعني أو كده. البرنامج ده بيسمى برنامج الفحص الذاتي وبتأكد من عدم وجود أعطال عشان يبدأ يشغل الجهاز بتاعه. الشاشة الافتتاحية لما بفتح الجهاز يعني غالبا بتتشابه، يعني سواء انا عندي على الجهاز بتاعي مثلا ويندوز او عندي فيدورا مثلا او عندي ماك او اس، كل اللي نظم تشغيل بتتشابه من حيث مكوناتها الاساسية. يبقى في خلفية زي الخلفية اللي قدامي دي كده، وفي بعض الايقونات، وايه بالاضافة للأشرطة، ده شريط وده شريط، ده برضو الويندوز اهو، دي خلفية الويندوز، دي خلفية، ودي بعض الايقونات للبرامج، وكمان الايه بالاضافة للايه الأشرطة. ده ماك او اس اهو، او اس اكس، ده عندي الخلفية ودي الايقونات بتاعتي وده الايه الشريط الاساسي بتاعي. يبقى اذا مكونات او المكونات الرئيسية للشاشة الافتتاحية لنظام التشغيل 3 حاجات: 1 الخلفية هي ايه باك جراوند، 2 الايقونات اللي ايكونز، درس النهارده سهل ان شاء الله، 3 الاشرطه زي شريط المهام كده عندنا في الايه في الويندوز اهي. يبقى الايقونات الاساسيه عندي الخلفيه لون موحد او صوره، الايقونات رموز صغيره بترمز لاهم البرامج اللي عندي اللي انا بستخدمها كتير يعني، الاشرطه برضو ليها مهام ابتدائيه بحيث ان انا ابدا من خلالها استخدام الجهاز بتاعي. يمكن ان يحتوي جهاز الكمبيوتر على اكثر من نظام تشغيل، يعني انا احيانا كان في نظام تشغيل مثلا اسمه فيدورا، وده هنبدا ناخد من عنه بالتفصيل يعني، ونظام تشغيل ويندوز مثلا ممكن يبقى عندي على الجهاز الاثنين ده وده، لكن لما ابدا الجهاز ويبدا يحمل ويعمل تشيك لازم اختار يا اما يحمل بالويندوز يا اما يحمل بالفيدورا، عشان ما ينفعش 2 نظام تشغيل يشتغلوا مع بعض، فلازم اختار واحد منهم هو اللي يبدا. بعد كده عندي في الدرس القادم هو التعامل مع الملفات والمجلدات files and folders. التعامل مع الملفات والمجلدات بيقول ان نظم التشغيل دايما بتتعامل مع ملفات، يعني لما يجي نشوف معظم محتوى الكمبيوتر هو عبارة عن ملفات بأنواعها. تعتبر الملفات من اهم الموارد التي يتم استخدامها عند التعامل مع نظام التشغيل، فكل مستند نصي او صورة ثابتة او مقطع صوت او فيديو هو ملف في حد ذاته، ماشي، كل دي ملفات، الصوت في ملف، الصورة ملف، مقطع الفيديو ملف، ماشي. طيب بيعرف الملف يقول ايه بقى، احنا مش المفروض ناخد التعريف الأول. طيب والملف هو مجموعة
بيانات مخزنة داخل وسائط التخزين بإيه؟ باسم وامتداد معين. يعني أنا عندي ملف مثلا محفوظ عندي اسمه book.txt، ده ملف نصي ماشي، واسمه book وامتداده text. لو عندي ملف تاني اسمه boy.jpg، ده صورة وده امتدادها، ملف اسمه boy ونوعه jpg. لو عندي ملف اسمه solidad.mp3، ده ملف صوت اسمه solidad امتداده mp3. يبقى ده مقصود ان مجموعة بيانات، ده ملف مجموعة بيانات مخزنة داخل وسط، هو ملف صورة بقى، ملف صوت، ملف نصي، بيتعرف غالبا من امتداده اهو. ده ملف اسمه hello.txt، بين الاسم وبين الامتداد في دايما ايه، كلمة دوت نقطة، زي مثلا cast.mp4، ده ايه، ده فيديو، ملف فيديو اسمه كاست وامتداده mp4، يفصل الاسم عن الملف الامتداد بنقطة ماشي. يبقى بين الاسم والملف والامتداد دايما ايه، بتيجي دوت او نقطة. انواع الملفات طبعا كتير، منها ملفات الفيديو وبقى دايما شكلها مثلا معروف، يعني بيبقى بيرمز لكاميرا فيديو، او بيبقى بظهر نوع البرنامج اللي بيفتحه زي ميديا بلاير مثلا. دي بعض الايقونات لو شفتها تعرف ان ده ايه، فيديو، زي الفلاش او الكيم بي او ريل بلاير ماشي. في ملفات الصورة يبقى شكلها كده عامل كده، يعني ممكن يبقى اسم الصورة نوع الامتداد يعني JPEG، او عاملة زي الاستوديو كده بتاع الموبايل على شكل ايه، صورة. طبعا امتدادات مثلا لو قلنا مثال ازاي اعرف ان الملف ده فيديو، لو امتداده MP4 مثلا، لو امتداده WMV مثلا، لو امتداده AVI، في امتداد اسمه OGG وهكذا. كل دي ايه، امتدادات فيديو، زي 3GB اللي هو الامتداد القديم بتاع الموبايل. في امتدادات كتير للايه، للفيديو. الصور ممكن تلاقي BMP، ممكن تلاقي امتدادها BNG مثلا، ممكن تلاقي امتدادها JPG او JPEG. كل الامتدادات ايه، صور. لو نشوف الامتدادات دي اعرف ان الملف ده عبارة عن ايه، عن صورة. في ملفات النصية تكست وامتدادها كتير برضو، لما تلاقي ملف عندك مثلا اسم زي ما قلنا اسمه book.txt، ده ملف نصي. لما تلاقي مثلا اسمه hello.rtf، ده ملف نصي rich text file، وده تكست. لما تلاقي ملف مثلا اسمه my note .doc، doc يبقى document يعني مستند. وفي امتدادات كتيرة طبعا، دي امتداد الملف الايه، النص. في ملفات بقى اسمها النظام، زي .bat، تلاقي ملف مثلا ok.bat، او hi.dll، ده في الويندوز، او .exe، او .config، دي كلها ملفات النظام، دي خاصة بالويندوز، انا ماليش استخدام فيها، ما بستخدمهاش في حاجة خاصة بيا، هي خاصة بالايه، بنظام التشغيل سواء ويندوز او فيدورا او غيره. يبقى لما تشوف config exe dll bat تعرف ان ده ملف خاص بنظام التشغيل، وهي تخص نظم التشغيل البرامج والاجهزة المتصلة بالحاسب، ويجب عدم العبث بها او حذفها حتى لا يختل عمل نظام التشغيل. انشاء ملف، طبعا انشاء ملف، لو انا مثلا بنشئ ملف
صورة مثلا، فانا هستخدم البرنامج زي مثلا الرسام البينت، الرسام عشان اعمل ملف صورة جديد. بس لو هنا مثلا ملف نصي، يبقى انا هستخدم مثلا برنامج زي وورد، واضغط على قائمة فايل واختار امر نيو عشان انشئ ملف نصي جديد. لما اكتب فيه بقى وعايز احفظه، اضغط على قائمة فايل واختار امر سيف او سيف از. يبقى لانشاء الملف هضغط فايل، قائمة فايل، واختار امر ايه نيو. بعد ما تخلص المستند بتاعك كتابة وتنسيق وكده، هتضغط على قائمة فايل وتختار امر سيف عشان احفظه، احفظه على وسائل التخزين بتاعتي. ممكن احفظه بامر تاني اسمه سيف از. طب ايه الفرق بين سيف وسيف از؟ فرق بسيط خالص يعني، نشرح كشرح سريع ايه الفرق بين سيف وسيف از. لو عندي صورة كده، انا جبت صورة ورسمت فيها صورة جديدة ورسمت فيها شجرة، اوكي، وبعدين ضغط فايل عايز احفظها، فايل سيف او سيف از مش هتفرق طالما الصورة ايه جديدة. حفظتها وسميتها تري دوت جي بي جي، خلاص، وتحفظ عندي يعني. اسمها تري ونوعها جي بي جي، وبعدين فتحتها تاني، تمام، اسمها تري جي بي جي، وقمت راسم من اهو وردة، وردة. طيب انا قدامي هنا اختياري، يا اما اختار سيف او سيف از. لو ضغطت فايل سيف بقى عندي الصورة اسمها تري دوت جي بي جي، وفيها شجرة باللون الاخضر ووردة باللون الاحمر. لكن انا من شوية كان عندي صورة، الصورة دي فيها شجرة بس. لو اخترت سيف، الصورة دي خلاص هتختفي وهيظهر عندي الصورة دي، لان لو اخترت سيف. طب لو عملت سيف از، ليه هعمل سيف از؟ عشان اسيب، لو انا عايز اسيب دي زي ما هي واخلي دي صورة جديدة، فاختار سيف از واسميها بقى باسم جديد، اقول تري وان دوت جي بي جي، او اسيبها بنفس الاسم برضو لكن احفظها في مكان تاني، عشان ما ينفعش احفظ صورتين اسمهم تري في نفس المكان. فانا سيف از هنا، انا بعمل نسخة جديدة من الملف واسيب النسخة القديمة زي ما هي. ممكن احفظها في نفس المكان بس باسم جديد، او احفظها بنفس في نفس الاسم بس لكن في مكان مختلف، ماشي. يبقى نقول تاني، وضحت الصورة؟ عيد الكلام تاني وحضرتك هتفهم اسرع. طيب بيقول هو، يعني بيقول فكرته ان لما احفظ الملف الاول ممكن اختار سيف او سيف از عادي. ممكن اختار سيف از لحفظ نسخة من الملف باسم جديد في نفس مكان الحفظ الحالي او في مكان اخر عادي. يمكن استخدامها في تحليل الاختصار كنترول اس عشان ايه، اجيب امر سيف. يبقى لو انا بكتب ملف نصي وبكتب كلام كتير، عمال اكتب 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 وايه، وعايز احفظ كل شوية علشان الكتابة اللي بتاعتي لو حصل المشكلة او الكهرباء قطعت او الكمبيوتر فصل او حاجة زي كده، الكتابة اللي انا كتبتها دي ما تروحش، فضغط كل شوية كنترول اس كنترول اس. فكنترول اس دي معناها فايل سيف، امر سيف، التذكر. دي مقارنة بين الاتنين، سيف وسيف از. بستخدمها عند حفظ الملف لأول مرة، ممكن برضو يستخدم عند إنشاء ملف لأول مرة، يستخدم عند إجراء تعديل على الملف مع الرغبة في حفظ التعديل في نفس الملف زي ما هو. يبقى الملف كنت راسم فيه شجرة وبعدين عايز ارسم فيه وردة ويفضل على كده بقى، يعني ضفت عليه وردة وعايز يفضل على كده، ماشي. طب لو انا ضفت وردة وعايز الملف ده يتحفظ باسم جديد ويفضل الملف القديم اللي فيه شجرة لوحدها زي ما هو، يبقى هستخدم ايه، سيف از. وفي الحالة دي هحفظ الاسم الملف الجديد اللي فيه وردة وشجرة، هقول مثلا هسميه تري
3rows.jpg، او ممكن اسميه 3 برضو زي ما هو، لكن احفظه في مكان تاني عشان لن يسمح لي بنفس الاسم مكرر. البحث عن ملف، طبعا مع زيادة بقى المساحات بقى كمية الملفات على الأجهزة كتيرة شوية، ملفات صور بقى كتير، ملفات صوت، ملفات أغاني، قرآن، مش عارف ايه، فيديوهات، كلام من ده، ملفات كترت يعني، ملفات كتير. طيب في الحالة دي أنا عايز مثلا في ملف أنا حفظته، كتاب مثلا أنا جايبه من على الإنترنت وعايز أدور عليه، أنا مش فاكر حفظته فين، فبيديني أداة بحث سيرش، أقدر أبحث عن ملف معين على الجهاز بتاعي. الأداة دي موجودة طبعا في كل نظم التشغيل، أقدر أضغط على سيرش وبعدين أكتب اسم الملف، مثلا اسمه ثياتر، مثلا ثياتر أو ER مش فاكر، ثياتر بقى، هو هيدور على ايه، على الملف ده. او ممكن لو انا حافظ امتداده اكتب مثلا .txt، او ممكن اكتب .thea، بس لو انا مش فاكر بقية الاسم ماشي، ممكن اكتب جزء من اسمه، ممكن اكتب اسمه كامل، ممكن اكتب امتداده. يبقى انا اقدر ابحث عن الاسم باكتر من ايه، وسيلة. يبقى انا ضغطت، جبت آلة البحث اهي، فايل سيرش مثلا او ستارت سيرش في الويندوز من قائمة ستارت، واختار ايه، امر سيرش عشان اجيب آلة البحث، واكتب اسم الملف، بدأ يظهر عندي كل المجلدات، هذا عندي كل المجلدات من الملفات اللي فيها اسم بوك، سواء اسمها بوك او بوكس او بوكس ار او بوكس نيو، المهم ان فيها بوك، كلمة بوك، هيظهر كل الملفات والمجلدات هنا اللي فيها كلمة ايه، بوك، اسمها يحتوي على كلمة بوك. التعامل مع المجلدات بقى، ايه المجلدات دي، انا عندي قلت ملفات كتير، او عندي صور كتير مثلا، عندي اغاني كتير مثلا، عندي العاب كتير ماشي، فالمفروض انا البيانات دي احنا بننظمها، بننظمها ازاي، ان احنا بنحطها في مجلدات ماشي. فانا عندي الصور كتير مثلا، صور انواع، صور كرتون، صور اطفال، صور من نظرة طبيعية، صور مشاهير، صور لعيبة كورة، صور فنانين وفنانات وغيره، فانظم الايه، الملفات دي، فابقى عارف ان ده ملف الصور، جواه هنا كرتون كذا كذا، فانا بنظم الملفات بتاعتي باستخدام المجلدات. عندي اغاني او غيره، وعندي العاب فبنظمها، عندي مثلا العاب فلاش، عندي العاب سرعة، عندي العاب اكشن، المهم العاب استراتيجية مش عارف ايه، فانا بنظم، بستخدم المجلد ده عشان انظم الملف. بيعرف المجلد بيقول ايه، هو مكان داخل وسيلة التخزين يحتوي على ملف او مجموعة ملفات، ويحتوي احيانا على مجلدات اخرى تسمى المجلدات الفرعية. كان بيعرف ان هو مكان او وعاء، لكن هو المكان بس دلوقتي، يعني هو حاجة بنحط بننظم فيها الملفات، زي مثلا انا عندي شوية ملفات كتير اوي فوق بعض المكونين كده، فانا قررت ان انا هعمل مكتبة كده او شانون مثلا، واعمله ايه، ارفف، واحط الملفات بتاعت الشغل هنا، احط الملفات بتاعت كذا هنا، فانا ايه، بنظم الملفات بحيث ان كل انواع تبقى ايه، متنظمة في مكان ايه، مختلف. دي شغلة او دي وظيفة المجلدات، بتاخد اشكال مختلفة حسب طبعا نظام الايه، التشغيل. ده في الويندوز بقى شكلها كده او كده، دي تقريبا في الفيدورا او الاوبنتو بقى شكلها كده. درس سهل والكلام ده، احنا نتعامل معه ونشوفه. يعني ازاي اعمل مجلد، كرييت فولدر، ابغى القائمة المختصرة، اللي هو ان انا اضغط على الزر، او انا عندي فارة اهي، ادي الفارة فاسكرول ماشي، عندي زر ايمن وعندي زر ايسر، الزر الايسر ده اللي هو الايه، الاساسي. لو عايز اعمل نيو فولدر اضغط على الزر الايه، الايمن الفارة، هيظهر لي حاجة اسمها القائمة المختصرة، اختار منها امر نيو فولدر علشان اعمل مجلد جديد. اوكي طيب،
لما اعمل مجلد جديد هكتب اسمه، هديله اسم اسميه سكول مثلا، وبعدين اضغط امر ايه كريت. لكن الخطوات دي فين؟ مش في الويندوز، الخطوات دي في نظام تشغيل فيدورا اللي هو نظام تشغيل اوبن سورس اللي هو مفتوح المصدر تابع لشركة لينوكس او لينوكس. يبقى بقى عندي لما اضغط على الزر الايمن للفارة واخترت امر نيو فولدر ظهر لي مجلد والمكان ده فارغ، وكتبت هنا سكول ضغطت انتر بقى عندي مجلد جديد اسمه ايه؟ سكول. سهل، احنا ممكن نعملها هنا دلوقتي. كانسل هنا اهو، هضغط يمين اهو، اختار نيو فولدر اهو، ظهر مجلد جديد واسميه مثلا ريتراي فين ال شيفت كنترول اف 9 ماشي. فعندي بقى ايه مجلد جديد اسمه ايه ريتراي، ضغط انتر يبقى انا اقدر افتح المجلد ده. اوكي، ولو شفنا الواجهة، واجهة الويندوز اهو، ادي عندي الملفات والايقونات، دي الايقونات ودي الخلفية بتاعتي اهي، وده الشريط تحت بس مش هيظهر. اوكي، شيفت كنترول F9، نرجع تاني نكمل الدرس. بقى زي نعمل مجلد جديد، الخطوات سهلة. النسخ بقى ان انا اختار امر كوبي او كات. ايه الفرق بين كوبي وكات؟ سهل خالص اهو، انا عندي مجلد هنا جوه مثلا جوه الالعاب، وعندي هنا مجلد اسمه فن ماشي. طيب في فولدر هنا جوه الالعاب اسمه STR، انا هحدد المجلد ده واختار امر كوبي واروح جوه الفن المجلد بتاع الفن واضغط ضغط يمين واختار امر بيست. هاجي ابص الاقي هنا بقى عندي نسخة تانية اسمها STR، يبقى عندي مجلد هنا اسمه STR ونسخة تانية منه هنا اسمها STR. بقى عندي كم الملف المجلد ده متكرر كم مرة؟ 2. وطبعا نسخ الملفات ونسخ المجلدات هي نفس الخطوات، اقدر انسخ ملف او مجلد بنفس الخطوات. طيب لو انا اخترت ضغط يمين على STR ده واخترت امر كات ورحت هنا اخترت امر بيست، عملت بيست، ايه اللي هيحصل؟ الملف ده هيتمسح خالص، يبقى هو هيبقى هنا في مجلد اسمه STR وده هيبقى مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني انا ما نسختوش، انا نقلته. انا ايه المجلد اللي اسمه STR شلته من هنا وحطته هنا. يبقى انا اقدر استخدم امر كوبي لايه؟ للنسخ، لنسخ الايه الملفات والمجلدات. اختار امر كات للنقل، يبقى انا بنقل بيه الايه المجلد او الملف اهو. بضغط على ضغط يمين على المجلد واختار امر كوبي، يبقى انا بنسخه واروح في مكان تاني واضغط ضغط يمين واختار امر ايه بيست، يبقى انا ماي وورك ده هيبقى عندي مجلد جديد هنا برضو بنفس المواصفات وكل المحتوى هو هو واسمه ايه ماي وورك. يبقى انا عندي نسختين، نسخة موجودة في المكان ده ونسخة موجودة في المكان ده، ولو نسخته في نفس المكان هيديك كوبي بس. اعادة التسمية بقى، لو انا عايز اعمل له اعادة تسمية، كل اللي بيحصل ان انا بضغط عليه ضغط يمين واختار امر ايه رينيم. طب نعملها هنا كده على المجلد بتاع اللي احنا جربناه، شيفت
كنترول F9، هجي على المجلد ده واضغط ضغط يمين واختار امر ايه رينيم، يبقى هو ايه ظل للاسم اهو، عشان اسميه اسم تاني اسميه في دورا كي واضغط انتر، يبقى انا ايه عملت له اعادة تسمية. شيفت كنترول نرجع تاني نكمل الدرس بتاعنا. يبقى انا اقدر اعمل نسخ للمجلد، نقل للمجلد، اقدر اعمل له اعادة تسمية. طب لو حذفته هضغط ضغط يمين واختار امر فوق المجلد طبعا، واول ملف لو ضغطت ضغط يمين فوق المجلد او ملف هتظهر القائمة المختصرة، واختار منها امر موف تو تراش. تراش هنا اللي هي سلة المهملات، هيظهر لي رسالة تأكيد واقول له اوكي، يبقى كده نقل الملف لسلة الايه المحذوفات. طب لو انا عايز ارجعه تاني هفتح سلة المحذوفات واضغط على ملف ضغط يمين واقول له ايه ريستور، واختار امر ريستور فروم تراش، يبقى هيرجعه مكانه اللي كان محفوظ فيه تاني. لو ضغط عليه ضغط يمين وقلت له ديليت يبقى هو هيتمسح خالص، يبقى انا هو كان في مكانه، ولما ضغطت له موف تو تراش اتنقل لسلة الايه لسلة المهملات. هفتح انا سلة المهملات، عندي اختيار ان انا ارجعه تاني المكان اللي هو كان فيه او ارميه بره خالص بره الكمبيوتر. يبقى انا ممكن احذفه على مرتين، مرة من وسائط التخزين لسلة المهملات، وبعدين احذفه من السلة بره خالص، او عندي اختيار ان اقدر ارجعه من السلة لنفس المكان اللي كان متخزن فيه. وبقى انا كده عملت استعادة الملف الايه المحذوف اهو تراش. هاجي ابص ديليت، عندي ده تراش، ده المجلد اللي اسمه ايه تراش، دي سلة المهملات يعني، فيها ملف اسمه ساوند. لما ضغطت عليه ضغطة يمين لقيت فيه اوامر موجودة في القائمة المختصرة، عندي منهم ديليت فروم تراش، يعني احذفه من هنا ما عدتش عايزه حتى في سلة المهملات، يبقى هيخرج خالص من الجهاز. ريستور فروم تراش معناها ان انا هرجعه تاني في نفس المجلد اللي كان فيه، ويبقى ايه استعدته رجعته ورجعت في كلامي، يعني انا ما عدتش عايز احذفه خلاص، محتاج انا الملف ده. وبكده احنا خلصنا درس النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم من الشرح. تقدروا تتابعونا على ايزي اكاديمي زي ما انتم عارفين طبعا، اكاديمي على فيسبوك، او ايزي اكاديمي على يوتيوب. بنرحب طبعا باستفساراتكم وارائكم والمقترحات واي اتصال مباشر على الصفحة او 011-0-3-2-10-50. كان معكم باسم الغالبي، شكرا.